الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الماليزي، ثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع. من جانبه حرص رئيس الوزراء الماليزي على تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة، مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة. يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم إجراء مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى. وأشار مدبولي إلى أنه يعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. ناقش وزير الخارجية السيد سامح شكري مع أودري أوزولاي مدير عام منظمة اليونسكو تداعيات الحرب الجارية في قطاع غزة، وأكد شكري المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها سكان القطاع بما في ذلك طلاب المدارس والصحفيين، فضلا عن تبعات الحرب التي ترتب عليها إلحاق ضرر بالغ بدور العبادة الإسلامية والمسيحية، مستنكرا ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول الغربية حيال الأزمة. وحرصت المسؤولة الأممية على تقديم الشكر لمصر لجهودها المستمرة نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفوري ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق نار يسمح بإدخال مساعدات. وأضاف بلينكين أن اجتماع مجموعة العشرين ركز بشدة على إطلاق سراح المحتجزين واتفاق الهدنة في غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت 4 منازل في ديل البلح وسط قطاع غزة. وحملت الصحة الفلسطينية الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة، وطالبت دول العالم بوقف الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي، أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع بعد وقت قصير من الانسحاب منه. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب أو للنظافة الشخصية، وبلا طعام وبلا كهرباء وبلا أكسجين وبلا مقومات علاجية، مضيفة أن الطواقم الطبية قامت بدفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى الذين استشهدوا نتيجة توقف المولدات. ختام الموجز الإخباري. مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور وجوجل بلاي من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمل صالح.